في مجالنا اليوم، شرق المتوسط، فرنسا تصب الزيت على النار، وليبيا إعلان السراج وطريق الحل السياسي، واليمن شبح المجاعة يخيم على البلاد. أهلا بكم في حلقة جديدة من المجال، معكم محمد عمر. والبداية بالعناوين. أنقرة تنتقد الموقف الأوروبي بشأن شرق المتوسط، وأردوغان يقول إن سفينة أوروتش رايس ستعاود عملها بعد انتهاء الصيانة. حراك دبلوماسي واسع بشأن الأزمة الليبية، والانقلابي خليفة حفتر يعلن استئناف إنتاج وتصدير النفط. وبرنامج الغذاء العالمي يحذر من شبح المجاعة في اليمن في ظل نقص المساعدات الإنسانية واستمرار الحرب. نستهل المجال بملف الشرق المتوسط، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده جاهزة للحوار مع اليونان إذا توفرت النية الصادقة لذلك. وأشار الرئيس التركي إلى أن سحب سفينة التنقيب أوروتش رايس إلى ميناء أنطاليا خطوة لها مغزاها، مضيفا أن السفينة ستعود لعملها في شرق المتوسط بعد انتهاء أعمال الصيانة. المزيد مع الزميل ربيع صعوب. إليك ربيع. شكرا محمد. في عودة عملاق التنقيب التركي أوروتش رايس للصيانة في أنطاليا، فسحة أمل للمفاوضات وجو ملائم لبدء حراك سياسي لا تستبعد أثناء الحوار المباشر وعلى أعلى المستويات مع تركيا، التي يبدو أنها منحتها استراحة لالتقاط النفس في ظل جولات التصعيد المستمرة. تركيا جاهزة للتفاوض دائما إن توفرت النية السليمة لذلك. ترفض أنقرة بشدة الشروط المسبقة للحوار والتعنت والحلول الأحادية. إن أردتم التفاوض فليكن على أصوله ووفق التقاليد الدولية لحل الخلافات، يد للحوار وأخرى جاهزة للحلول الأخرى. بيز هر زمان إينيت أولدكتان سورا نحن وبعد أن تتأكد نية الحوار الحقيقية جاهزون للتفاوض. إذا أرادوا أن نذهب إلى دولة ثالثة للتفاوض لا مشكلة، أو إذا أرادوا عن طريق الفيديو كونفرنس، لن نتهرب أبدا من المباحثات. ولكن إذا بدأ الرئيس اليوناني باستعراض عضلاته عبر زيارة الجزر، سنرد بفعل أكبر من ذلك. ثوب نابليون بونابارت كبير عليه. يحاول الرئيس الفرنسي ماكرون تقمص شخصية القائد العسكري الفرنسي ويفشل في ذلك، وفق تصريحات لوزير الدفاع التركي هولوسي أكار، الذي قال إن ماكرون يصب الزيت على النار ويسعى لإشعال الأزمة. تركيا يقظة لذلك وتتعامل برزانة. وعلى أصوات مناورات الرماية الحية التركية شرق المتوسط، يعقد عسكريو اليونان وتركيا مباحثات في بروكسل لبحث آليات فض النزاع، اجتماعات متلاحقة تحت مظلة الناتو. الهدف تجنب اندلاع اشتباكات غير مرغوب بها وسط التحركات العسكرية في المنطقة. ووسط كل هذه الفخاخ المنصوبة لتركيا في المنطقة، تسير أنقرة باتزان وثبات تواجه تصرفات صبيانية يونانية واستهدافا فرنسيا مستمرا وانحيازا أوروبيا ضدها، لا شيء معها سوى مطالبها المشروعة وذراعها القوية. إليك محمد. شكرا لك ربيع، واسمحوا لي أن أرحب أيضا بضيفي أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية البروفيسور طلحة كوسة. أهلا ومرحبا بك دكتور طلحة. في البداية، لماذا تتهرب اليونان وتماطل في الحوار مع تركيا من أجل إيجاد حل لهذا النزاع في شرق المتوسط؟ عندما ننظر إلى الإطار العام، فإنما سنجد أن اليونان هي راغبة في الجلوس على طاولة المفاوضات، ولكن من ناحية الشروط ترى بأن الشروط التي تؤمنها القوانين الدولية ليست لصالحها، فلذلك تحاول الحصول على دعم من دول خارجية للحصول على ما ليس لها حق في الحصول عليه،
ربما في وقت من الأوقات ستدرك أنها لن تصل إلى أي نتيجة من هذا الدعم الخارجي وستعود إلى طاولة المفاوضات، ولكن تركيا بعد أن أثبتت وجودها العسكري وقواتها العسكرية واستعداديتها العسكرية فإن اليونان أصبحت الآن أكثر ترددا مما مضى حول الدعم الخارجي، وأنها ربما ستعود وستقتنع يوما ما بالحقوق الدولية. يعني الكثير يرون أن هذا الموقف وهذا التعنت اليوناني جاء بعد التحريض الفرنسي المستمر لبقاء اليونان على موقفها. الآن فرنسا تحاول إيجاد حشد موقف أوروبي وإيجاد موقف أوروبي داعم لعقوبات على تركيا. ما هي خيارات تركيا للتعامل مع ذلك؟ بطبيعة الحال تركيا في الميدان عسكريا لا زالت هي محتفظة بموقفها، وحتى بأنها وأنها سوف تدافع عن حقوقها عسكريا، وأيضا تركيا من إلى جانب ذلك وبالتوازي لذلك تحاول أيضا المضي قدما إلى المفاوضات وإلى الحوار، ودول الاتحاد الأوروبي ودول موجودة في مثل أسبانيا ومالطا تحاول أيضا تركيا شرح لهم موقفها وحقية موقفها. هي تعلم جيدا تركيا بأن حقوق الدولية إلى جانبها، وأيضا تريد أن تقنع الآخر بذلك بناء وبعرض وثائق وإثباتات لذلك. وكما تعلمون بأن أوروج رئيس تم سحبها لمنائها، وهذا هي فرصة أعطتها تركيا للمجتمع الدولي للمضي قدما بالحل السلمي وبالحل العادل. فتركيا الآن هي أبدت استعدادها من كل النواحي لأنها مستعدة للحوار والمفاوضات. صحيح. وأيضا دول الاتحاد الأوروبي. لكن برأيك يجب أنت تترجع. بروفيسور، هل تعتقد أن دول الاتحاد الأوروبي ستفرض عقوبات على تركيا خلال القمة الأوروبية المقبلة؟ إن اليونان وفرنسا تحالفهما ليس متطابق تماما مع موقف الاتحاد الأوروبي، فقط فرنسا هي التي تقف بكامل قوتها وبكامل وجودها مع اليونان، ولكن باقي الدول ليست بهذه الشدة وبهذه القسوة، وهذا ما يبعد احتمالية وقوع مثل ذلك. إن دول الاتحاد الأوروبي وربما سيتخذ خطوات أكثر إيجابية في المستقبل القريب، وسيد بوريل عندما أتى إلى أنقرة وضع أيضا موقفه الحيادي في هذه القضية وبأنه مستعد لأن يكون عادل، وإن أيضا كل لاعبين الأدوار في دول الاتحاد الأوروبي لا يرغبون في معاقبة تركيا ولا ألمانيا كذلك. نعم. وهذا ما يتضح عبر التصريحات. أربعة اجتماعات عسكرية تمت ما بين اليونان وما بين تركيا خلال الفترة الماضية. برأيك هذه الاجتماعات هل تساهم في تخفيف حدة التوتر؟ في هذه المرحلة كل هذه الاجتماعات لا نجد انعكاساتها على الميدان. الناتو كان أبدأ استعداده لحل المشكلة، ولكن اليونان ما اتخذته من خطوات زاد من حدة التوتر، وأيضا ما قيل في الاجتماعات لم ينعكس أيضا على التصرف اليوناني في الميدان، وهذا ما دعا لعدم إيجاد أي انعكاسات إيجابية. أنا أعتقد بأن الاجتماعات الدبلوماسية هي التي ستكون لها نتائج وسيتمخض عنها ربما حل. تركيا أبدت بشكل واضح بأن النتائج مهما كانت ستلتزم بها ما دامت تحتفظ بحقوقها، وليس الضغط يجب أن يكون على تركيا، بل يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تضغط على اليونان لحتى تصل إلى طاولة المفاوضات. أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية البروفيسور طلحة كوسة، شكرا جزيلا لك.
أعلن الانقلابي خليفة حفتر استئناف إنتاج وتصدير النفط، لكنه في الوقت نفسه تمسك برفض جميع المبادرات السياسية لحل الأزمة الليبية. من جانبها رفضت المؤسسة الوطنية للنفط وجود أي دور لمرتزقة فاغنر الروسية في إدارة القطاع النفطي في البلاد. هذا فيما لا تزال أصداء إعلان السراج استعداده تسليم مهام منصبه تتواصل إلى الآن. السراج يستبعد الرحيل وتسليم مهامه للسلطة القادمة، وغريمه حفتر يقرر استئناف ضخ النفط بعد ضغوط دولية. أما جراح البلد فما زالت تنزف ليعززها الانقسام بين سلطتين متناحرتين في الشرق والغرب. المشهد السياسي والعسكري في ليبيا لا يزال يكتنفه الغموض، ليأتي إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج استعداده تسليم مهامه لسلطة تنفيذية جديدة ليزيد المشهد تعقيدا. خطوة سراج قوبلت بإشادة أممية وأسف تركي، ففي الوقت الذي وصفت فيه الممثلة الأممية الخاصة ستيفاني ويليامز وصفت فيه قرار السراج بالشجاعة، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أسفه حيال إعلان السراج اعتزامه الاستقالة من منصبه، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على تجنب الفوضى في ليبيا. وأضاف أردوغان أن حفتر يشعر بالهزيمة ويحاول استغلال المدنيين، مؤكدا أنه سيهزم عاجلا أم آجلا. أما خليفة حفتر فقد خرج معلنا استئناف إنتاج وتصدير النفط أمام ضغوط دولية، لكنه في الوقت ذاته جدد رفضه لجميع المبادرات السياسية لحل الأزمة الليبية. فيما أكدت مؤسسة النفط الليبية رفضها السماح لمرتزقة فاغنر الروسية لعب أي دور في القطاع النفطي بالبلاد. في الأثناء تتواصل تحضيرات لجولة قادمة من الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى اجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده الأسبوع المقبل لبحث الأزمة الليبية، فيما تتقارب وجهات النظر التركية والروسية بشأن وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية في ليبيا. في الغرب الليبي رئيس حكومة يبدي استعداده التنازل عن مهامه حال التوافق على سلطة ليبية جديدة، وفي شرق البلاد جنرال متمرد يرفض أي مبادرة لحل الأزمة السياسية متمسكا بالخيار العسكري. مشهد يكشف طبيعة الصراع الليبي ومن يتعمد تعطيل حل الأزمة. وللتعليق على كل هذه التطورات ينضم إلينا من طرابلس الخبير في الشؤون السياسية والقانونية الدكتور محمود إسماعيل الرملي. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود. دكتور، كيف قرأت إعلان المتمرد خليفة حفتر إعادة تصدير النفط ورفضه للمبادرات السياسية؟ أعتقد جازما بأنه بالنسبة لحفتر لا أمان له، ومن هذه الزاوية لزمن القول بأن النفط ملك للليبيين وأن على الليبيين أن ينتبهوا، ومن هذه الزاوية مع أنها خطوة متأخرة إلا أنها ستصب في معين الليبيين، كيف يمكن العمل على توظيفها مع عدم الوثوق فيه بداية ونهاية. ما يجب التنويه ليه أن ليبيا خسرت أكثر من 9 مليار و300 مليون جراء الإغلاقات التي قام بها خليفة حفتر منذ يناير، والواقع العملي أنه رفض دوما بدعوى أنه يريد أن يكون هناك إخراج للقوات الشرعية التي جاء بها أو بعد الاتفاق الليبي التركي، وهذا لم يتحقق، وكذلك أيضا لم يرضخ بالكامل. هناك لا شك أسباب داخلية وأسباب خارجية، ودعني أعدد هذه الأسباب. فبداية من الأسباب الداخلية تبدأ من التظاهرات الكبيرة والكبيرة جدا بالمنطقة الشرقية، والتي تظاهرت جراء الصلف في العيش والإشكاليات وعدم توفر الكهرباء والوقود، كل ذلك بسبب حفتر ويدرك جيدا. وكذلك أيضا الواقع العملي أن هناك محاولة قدر الإمكان للرفع من معنويات أتباعه، ومن زاوية ثالثة الفشل الذريع في إدارة المناطق التي قام باحتلالها. ومن الزاوية الخارجية هناك ضغوط أمريكية بدت واضحة في ضرورة سحب الفاغنر وأن يكون هناك إنهاء لما يتعلق بالنفط، حتى أن السفارة الأمريكية خلال قبل يوم السبت أعلنت بأنه سيكون
سيكون اليوم الأخير لإغلاق النفط كان السبت الماضي، ولكن يبدو أن هناك نوع من التفاوضات السرية بدت وتبدو مع نجله، ربما يكون في روسيا أو في غيرها، من أجل أن يكون هناك محاولة لحفظ ماء الوجه ومن أجل استغلال الناس فيما يتعلق بهذا الإعلان. ودعني أقول إن من المهم والمهم جدا أيضا الضغوط والموقف القوي لتركيا، والتي حقيقة خدمت الليبيين، وأيضا واقع عملي أنها ساعدتهم في التخلص وإبعاد حفتر من تخوم طرابلس. طيب دكتور، وفشله الدريع الذي بدا واضحا في كل معارك. نعم. طيب دكتور، لماذا نسمع من الدول الغربية ترحيبا بعرض السراج تسليم السلطة ولا نسمع لهذه الأطراف أي إدانة لحفتر الذي يرفض الحلول الدبلوماسية؟ لأن الحقيقة أن هذه الدول بدا واضحا جزءا من النفاق السياسي الذي تمارسه، وعلى رأسها فرنسا، فهي شريك فاعل فيما يتعلق بمؤامراتها ضد ليبيا، حتى أن صواريخها تم الاستيلاء عليها بمدينة غريان عندما تم استرجاعها من قبل قوات الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق. وبدا واضحا أيضا أنها داعمة للمتمردين وعلى رأسهم حفتر، وهي شريك للإمارات ولمصر السيسية ولبعض الأنظمة التي لا تريد لليبيا الاستقرار. ليبيا لم يبدأ الاستقرار بالعاصمة إلا بعد الهجوم 4/4 الذي شنت قوات المتمرد حفتر على طرابلس، لم يبدأ إلا ما بعد مساعدة تركيا. ولذلك لزاما هنا التنويه لأهمية وعمق العلاقات الاستراتيجية الليبية التركية، وضرورة أن تستمر لأنها كانت أساسا فيما يتعلق بالاستقرار. وهنا لزاما التنويه لوجود منصات كتر سياسية، ابتداء بوزنيا في المغرب الذي هو امتداد للصخيرات، وايضا هناك في جنيف وهناك جميل في غيرها. جميل. كيف طيب برايك دكتور، يعني كل هذه المحطات هذه الدبلوماسية التي فعلت مؤخرا، هل تعتقد ان كل هذه المبادرات وكل هذه الجهود لتفعيل المسار الدبلوماسي هي ما جعلت حفتر يعيش حالة من التشنج على الأرض الآن؟ نعم، هو دوليا تم عزله، وكما أسلفت واقع عملي أن هناك جهود دولية حقيقة بذلت من أجل عزله فعليا، وساعدت ذلك تركيا حقيقة، كانت مساعدا رئيسيا في هذا، ولذلك شعر بهذا العزل. حتى في المحافل الدولية لم يعد يعبأ به أو يتم استدعائه، سواء كان في بوزنيقة في المغرب أو في جنيف، وأيضا في المحافل الأخرى، بل يشار حاليا إلى إمكانية أن يتحول إلى مجرم من خلال محكمة الجنائية الدولية. ومع هذا وذاك يحاول قدر الإمكان أن يخرج بقفشة بين الفينة والأخرى، يبرز فيها على أنه المنقذ للليبيين، في حين أنه هو جلادهم الذي قتل منهم الكثير والكثير ماضيا وحاضرا. وأريد هنا أن أذكر بعدد جرائمه، سواء بوادي الدوم التي راح بها آلاف من الليبيين، وأيضا في تخوم طرابلس وفي بنغازي وفي درنة وفي سرت وفي غيرها وفي الجنوب. حقيقة هناك إشكاليات كبرى، حفتر لا أمان له ولا يمكن الوثوق فيه، ولا يمكن إلا أن يكون جزءا من المشكل، وإبعاده آلية للحل. من هذه الزاوية أيضا لزاما التعريج على أن هناك، يبدو أن هناك مباحثات مع السيد أحمد معيتيق، ربما كانت في روسيا وكان الميعاد أن يكون هناك تواصل في سرت، ولكن يبدو عليها الفشل، لأنها واقعيا من زاوية لم تكن معروفة للليبيين ولم تكن واضحة، وكانت مبهمة وغير حقيقية، لأنه على الليبيين أن يكون هناك مكاشفة، وأن تكون مع الأجسام الرسمية، وأن تكون واضحة للجميع. طيب، وأن يكون هناك تواصلا من أجل أن تبرز ليبيا قوية. طيب دكتور الرملي، الدول الغربية والولايات المتحدة التي ضغطت لإعادة فتح الحقول النفطية، هل ستقبل بوجود الفاغنر هناك؟ لا أعتقد أن الفاغنر سيستطيع أن تبقى، لأن الولايات المتحدة امتعضت ومنذ مدة طويلة وغيرت موقفها بسبب وجودهم وبسبب كثرتهم وانسحابهم من ترهونة وتقوم طرابلس، لأنهم كانوا الفاعلين الرئيسيين. وأيضا من زاوية ثانية، حاليا يرفض بالمطلق من قبل كافة الدول تواجدهم بالحقول النفطية وفي الموانئ النفطية، الحقول كما هو في حقل الشرارة والفيل اللذين يعتبران الأكبر في ليبيا، وأيضا الموانئ النفطية هناك خطر،
ولذلك المؤسسة الوطنية للنفط أكدت على ضرورة انسحاب هذه العصابات من زاوية، وأكدت على أن الخطر الداهم في إمكانية أن تتحول هذه الحقول إلى ما يسمى أو المواني، إلى إمكانية أن يكون بها كما حصل بلبنان من تفجير. الإشكال كبير، ولكن هذه بداية، ويجب ألا يصار إلى إمكانية توظيفها سياسيا من قبل عصابات حفتر، لأنها متمردة. على المجتمع الدولي أن ينصاع أو يحاول قدر الإمكان مساعدة الشرعية لا مساعدة المتمردين، وأن يساعد أيضا الدول التي دعمت ليبيا وعلى رأسها تركيا، وأن يسعى إلى رسم خارطة تنتهي بها المرحلة الانتقالية إلى مرحلة قارة من خلال دستور آمن، وأن يكون هناك وضوح فيما يتعلق بخارطة الطريق. ليبيا تحتاج إلى الهدوء، تحتاج إلى أيضا إلى برنامج اقتصادي ينقذ اقتصادها الذي انهار. حقيقة هناك أكثر من 97% من الاقتصاد الليبي ريعي يعتمد على النفط والغاز، وحفتر هو سبب الإشكال. ولذلك لزاما هنا التوجه إلى الدول التي تحاول قدر الإمكان توظيف هذا لصالحها، كما هي شركة إني الإيطالية وتوتال الفرنسية وغيرهم. عليهم أن يدركوا أن مصلحتهم مع الليبيين وليس مع حفتر، لأنه حقيقة عجوز هرم. من طرابلس الخبير في الشؤون السياسية والقانونية دكتور محمود إسماعيل الرملي، شكرا جزيلا لك. حذر رئيس برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي من أن ملايين الأشخاص أقرب إلى المجاعة بسبب مزيج مميت من الصراع وتغير المناخ ووباء كورونا. وأضاف بيسلي أن نقص التمويل أدى إلى تقلص المساعدات لإطعام الناس في اليمن الذي يواجه أسوأ كارثة إنسانية في العالم. صور على قسوتها باتت تعد عادية في بلد يعاني ملايين أطفاله ثالوث الحرب والمرض والمجاعة القاتلة. يصارع هؤلاء الأطفال اليمنيون من أجل نفس يبقيهم أحياء لساعات أو أيام إضافية بالكثير. 6 سنوات من الحرب خلفت صراعا وجوديا لمليوني طفل يمني جراء معاناتهم سوء التغذية الحاد. أزمات الجوع العالمية الناجمة عن الصراع والتي تفاقمت الآن بسبب وباء كورونا تنتقل إلى مرحلة جديدة وخطيرة، لا سيما في الدول التي تعاني العنف بالفعل. خطر المجاعة يلوح في الأفق مرة أخرى. وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، فإن 325 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية الشديد ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل تدهور الظروف الاقتصادية والمعيشية وانهيار المرافق الصحية الحكومية ونقص الطاقم الطبي. زهرة محمد تخشى فقدان ابنتها التي تعاني المرض ونقص التغذية بعد أن فقدت ابنة أخرى من قبل، لكن الأمل لها ولغيرها من الأمهات هنا يبدأ بالتناقص كلما تحققت هذه المخاوف لإحداهن. مجرد القليل من الطعام ربما كان كافياً لمنع هذه المأساة، لكن ثلثي السكان هنا يعتمدون على المساعدات الغذائية في بلد به أكثر من 3 ملايين نازح. المساعدات الواصلة إليهم تضاءلت بشكل كبير جداً منذ بداية العام، حيث أغلق 12 برنامجاً رئيسياً من أصل 38 برنامجاً للأمم المتحدة، فيما واجه أكثر من 20 برنامجاً بين أغسطس وسبتمبر مزيداً من التقليص أو الإغلاق. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي اليمني السيد عادل تشيلا. أهلاً ومرحباً بك سيد عادل. سيد عادل، يعني اليمن على شفا المجاعة، هكذا قالت التقارير الأممية. ليست الآن هذه المجاعة، هي منذ سنوات طويلة. الأطراف التي تتحارب الآن في اليمن ألا تشعر بهول هذه المجاعة وهول هذه الأزمة التي يعانيها اليمن إنسانيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تحية لك أخي الكريم. طبعا الميليشيات في أي بلد لا تستشعر المسؤولية الأخلاقية والوطنية والدينية تجاه ما يحدث على الأرض،
بقدر ما تنفذ أهدافها السياسية والاقتصادية وما إلى ذلك. ولذلك اليوم أنا باعتقادي نحن بحاجة إلى إنهاء التمرد المسلح في المناطق الشمالية ولكن وأيضا في المناطق الجنوبية، ولكن مع الأسف الشديد يبدو أن الملف اليمني خرج من الأطراف اليمنية وأصبح المتحكم في الملف اليمني على وجه التحديد دول إقليمية معروفة مثل السعودية والإمارات، ومن وراء هذه الدول المجتمع ما يسمى بالمجتمع الدولي. اليوم عندما تتحدث الأمم المتحدة عن المجاعة وعن الظروف وعن الأوضاع الإنسانية في اليمن، ولكننا لم نرى أي تحرك للمنظمة الدولية تحت يعني برعاية الأمم المتحدة ما يسمى بمبعوثة الخاص إلى اليمن، لم نرى أي تحرك حقيقي لإيقاف الاحتراب والاقتتال الداخلي داخل الأراضي اليمنية، ولم تدن حتى المنظمة الدولية اليوم الميليشيات الحوثية التي تهاجم مدينة مأرب. طيب سيد عادل، لماذا اليمن تحديدا؟ يعني هذه المنظمات ومنها الأمم المتحدة ساهمت في حل الكثير من الملفات العالقة، والكثير من الحروب انتهت في الفترة الأخيرة، ومؤخرا كنا نشاهد ما حدث في أفغانستان والحوار الأفغاني لإيجاد حل للأزمة الأفغانية. لماذا الأزمة اليمنية تستمر والجميع يعترف أنها أعمق أزمة إنسانية في العالم الآن، ولا يوجد حل جدي من المجتمع الدولي؟ طبعا قبل الإجابة على سؤالك فقط أعلق على هذه النقطة. النظام القروستي ما يسمى بنظام القرون الوسطى اليوم لديه قسمين، يعني القسم الأول المنظمات العملياتية والمنظمات الدفاعية. هذه المنظمات العملياتية التي تنفذ الأهداف الدولية عبر ما يسمى بالمساعدات وعبر القيم الإنسانية وعبر ما يسمى بحقوق الإنسان، ولكنها لا تنفذ سوى أهداف المجتمع الدولي أو من يحرك هذه المنظمات. والقسم الآخر ما يسمى بالمنظمات الدفاعية، عندما تفشل المنظمات العملياتية في القيام بتنفيذ الأهداف تأتي المنظمات الدفاعية ما يسمى يعني مرسنريز المرتزقة. ولذلك فشلت المنظمات الدولية في أكثر الملفات في المنطقة وفي العالم أجمع. لم نرى أي حل يعني للحروب والصراعات، سواء الصراعات البينية وحتى بين الدول باستثناء ما حصل في العراق أو بعض الأمثلة الأخرى التي بين العراق وإيران برعاية أممية، أي في الحرب العراقية الإيرانية، وأيضا في بلدان أخرى بسيطة، أمثلة بسيطة ولكنها لم تنجح على يعني بشكل عام في أكثر أو في أغلب الملفات. ولذلك من يحرك المنظمة الدولية هو من يتحكم في هذه الأمور. الملف اليمني اليوم ليس بيد من يتحارب أو من يتقاتل على الأرض، هو بيد أطراف إقليمية، وهذه الأطراف الإقليمية تنفذ أهداف دولية. ولذلك المجتمع الدولي سيستمر في تنفيذ أهداف داخل المنطقة على حساب الأبرياء. طيب، تعليق المساعدات الإنسانية الأممية وعدم وفاء كل من السعودية والإمارات بتعهداتهما وبالتزاماتهما في اليمن، إلى ماذا يشير؟ طبعا نحن نعرف بأن الدول التي شاركت فيما يسمى بالتحالف العربي ارتكبت جرائم حرب في اليمن، ولا ننسى بأن حتى السعودية نفسها كانت في وقت سابق تقوم بدعم منظمات إنسانية من أجل الحصول على مكاسب سياسية. اليوم هذه الدول أصبحت أهدافها واضحة، وخصوصا الإمارات. الإمارات لا يهمها أمن واستقرار البلد بقدر ما يهمها تنفيذ استراتيجيتها في المناطق الجنوبية وفي البحرين العربي والأحمر، ولا يهمها المواطن اليمني، ولا يهمها أن تقدم مساعدات إنسانية لهؤلاء الأبرياء. أما بالنسبة للنظام السعودي فأنا باعتقادي أنه لديه مؤسسة خاصة ويقوم بتنفيذ المشاريع الإنسانية تحت ما يسمى هكذا الملك سلمان أو ما يسمى مركز الملك سلمان. ولذلك ليست السعودية ليست بحاجة إلى أن تقوم بضخ أكثر يعني الأموال إلى يد المنظمات، تريد أن تسلمها بنفسها، هكذا أعتقد. أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي اليمني عادل تشيلة. المجال يستمر معكم ولكن بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم من جديد. بدأ الجمعة التصويت المبكر في عدد من الولايات الأمريكية، حيث تقدم قرابة 39 ولاية إضافة إلى العاصمة واشنطن للناخب الأمريكي خيار الإدلاء بصوته قبل الانتخابات العامة المقررة في 3 نوفمبر، والتي تأتي وسط جدل بين الحزبين على عدة قضايا، من بينها قضية التصويت عبر البريد التي تحظى بتأييد ديمقراطي ورفض جمهوري. قبيل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يزداد جدل التصويت عبر البريد الذي ستعتمده قرابة 46 ولاية بسبب المخاوف الصحية المتعلقة بجائحة كورونا. وسط قلق من إمكانية تأخر الإعلان عن النتائج وسجال بين الحزبين. الجدل الأكبر في الوقت الحالي حول نظام البريد وإجراءات خفض الميزانية والتأخير في تسليم البريد إلى المواطنين وحتى تراكمه، عوامل جعلت الديمقراطيين يفتحون تحقيقا ليؤكدوا أن كل الشكوك هي من صنع الحزب الجمهوري. فالديمقراطيون يفضلون التصويت عبر البريد للحد من تفشي كورونا، بينما يقول الجمهوريون إن ذلك سيؤخر فرز الأصوات وإعلان النتائج وقد يفتح بابا للتزوير. التصويت عبر البريد بدلا من الحضور الشخصي له مخاطر عدة، أهمها التزوير والتأخير في إيصال البطاقات والفرز، ما يعني تأخر صدور النتائج بسبب تأخر حوالي 10 ملايين صوت، ناهيك عن عدم التدقيق في البيانات الشخصية للناخبين. فيما يحذر خبراء ومراقبون من إمكانية تدخل أطراف خارجية في العملية الانتخابية إذا تأخر الإعلان عن النتائج. في الوقت الذي تسعى فيه شركات القطاع الخاص إلى طمأنة الناخبين بأن أنظمة التصويت آمنة، يعلن الرئيس الأمريكي رفضه القاطع للتصويت عبر البريد، داعيا أنصاره إلى التصويت مرتين، مما أثار عاصفة من الاستنكار. مروان زعتر، TRT عربي، واشنطن. للتعليق على الموضوع ينضم إلينا من واشنطن عبر سكايب الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية الأستاذ محمد عويس. أهلا ومرحبا بك سيد محمد. سيد محمد، شكوك ترامب في آلية التصويت بالبريد، هل ترى هذه الشكوك واقعية أم هي محاولة استباقية في حال لم تأتي نتائج الانتخابات كما يريد كي يرفض هذه النتائج؟ الرئيس الأمريكي نفسه صوت عبر البريد أكثر من مرة، وهو الآن مقيم في واشنطن، ولكن يعني يعيش في واشنطن ولكن مقر إقامته هو في فلوريدا، ولكن هو يريد أن يحرم المواطن الأمريكي من التصويت، خاصة في ظل جائحة الكورونا، يحرمه من التصويت عبر البريد كي لا يتعرض إلى العدوى من صفوف وآلاف وحتى عشرات ملايين المنتخبين في مراكز الاقتراع. الرئيس الأمريكي يستغل كل شيء، يستغل هذا الموضوع من أجل تعكير المياه، في حال أن لو خسر الانتخابات سيشكك بها ويحاول خلق مشكلة. نعم. طيب، بالحديث عن الجدل حول التدخلات الخارجية في الانتخابات الأمريكية بشكل عام، هل تعتقد أن هذه التدخلات من الممكن أن تؤثر في نتائج الانتخابات القادمة؟ أخي الكريم، أولاً الولايات، أمريكا هي 50 ولاية، الولايات هي المسؤولة عن عقد الانتخابات واللجان الانتخابية، وليس للرئيس أي دخل بهذا الموضوع. هو يحاول التدخل الآن كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، غير مسموح له التدخل. كذلك يعني يجب علينا أن نتذكر أننا نحن في القرن 21، نحن في عصر التكنولوجيا. أنا أحد الناس الذين صوتوا وسيصوتوا عبر البريد. أنا طلبت استمارة الانتخاب، وأتت لي استمارة الانتخاب باسمي، وكذلك هناك الرمز الإلكتروني، الخطوط أو الباركود كما يسمى باللغة الإنجليزية، موجود عليها. معنى ذلك لن أستطيع أن أصوت مرتين، وفي حال صوت مرتين سيكتشف هذا خلال ثواني، وسأخسر. إن صوت مرتين سأخسر الصوتين، وسيخسر من صوت له هذه الأصوات. فلذلك الرئيس الأمريكي يلعب بعقول الضعاف في الولايات المتحدة الأمريكية،
ويلعب حتى يلعب بالدستور الأمريكي. والخوف هنا ليس من عدم فوزه، الخوف هنا أن تكون الجماعات اليمينية المتطرفة. هذا ما أريد السؤال حوله، لعمل فوضى في البلد. وأريد التركيز على هذه النقطة، يعني ترامب يشكك في نتائج الانتخابات قبل هذه الانتخابات، من الآن هو يشكك في النتائج. هل يحشد الشارع الموالي له ويحشد اليمين المتطرف لما قالت الـ FBI عنه تقارير عن احتمالية وقوع اشتباكات بين مجموعات متطرفة قبل هذه الانتخابات؟ ليس فقط الـ FBI، ولكن هناك أحد مستشاري الرئيس في البيت الأبيض قال أن طلقات النار ستدوي في حال خسر الرئيس الانتخابات، وهذا مستشار الرئيس، وكأنه يعطي إشارة لمن يدعمون الرئيس الأمريكي باستعمال السلاح والنزول إلى الشارع. علينا أن نتذكر أن جماعة الرئيس اليمين الأمريكي المتطرف نزل إلى الشارع في ولاية أوريغون، وحصل اشتباكات بينهم وبين المتظاهرين السلميين في هذه الولاية، وكان الرئيس هو الذي حرضهم، وهو الذي قال بعد ذلك أن المتظاهرين هم الغوائيين وأن جماعته نزلت إلى الشارع فقط لاستلام زمام المبادرة ومسك الشارع، لأن الشرطة المحلية لأن حاكمة الولاية ديمقراطية والعمدة المدينة كذلك ديمقراطية، قال أنهم فاشلون وأنه هو الذي وجماعته هي التي ستمسك الشارع. وهنا الخطر، يعني أنا لاحظت في منذ شهرين عندما كان هناك مظاهرات في الشارع الأمريكي هنا، لاحظت أن وأنا أعيش في واشنطن، لاحظت في كل مرة أمر في الشارع أرى سيارات غريبة عن المنطقة، سيارات من الولايات التي تسمى بالولايات الحمراء، يعني وهو لون الحزب الجمهوري، موجودة على كل تقاطعات الطرق. وتكلمت في هذا الموضوع أنا، هل هؤلاء يعني نواة الاستيلاء على الحكم بالقوة؟ وهذا تساؤل طرحته إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، حيث قالت هي استبقت كل شيء وحتى نتائج الانتخابات، وقالت ماذا لو رفض ترامب التنحي؟ يعني هذا السؤال يمكن تجيبنا عليه في وقت لاحق بعد هذه الانتخابات، لا ندري. لا 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 لا, لا بإمكاني أجيب الآن. في حال الرئيس رفض أن يترك البيت الأبيض ويترك الرئاسة، الدستور الأمريكي لا يسمح له. فلذلك الذي سيحدث في حال رفض الرئيس الأمريكي نتائج الانتخابات، ستكون هناك لجان ومحاكمات من 3 نوفمبر حتى 20 يناير 2021. عندما تنتهي فترة ولاية الرئيس يوم 20 يناير 2021، القضاء الأعلى الأمريكي ينصب رئيس مجلس النواب، وفي هذه الحالة رئيسة مجلس النواب نانسي بولوسي، وهي الديمقراطية، لا يستطيع البقاء حتى لو اضطر الدستور والقانون الأمريكي بإخراجه بالقوة من البيت الأبيض الأمريكي. لكن الخطورة هنا أن جماعة ترامب يدخل إلى المؤسسات الفيدرالية داخل واشنطن ويسيطر عليها ويعطل عمل الحكومة. هو لن يكون انقلاب، ولكن بإمكانهم أن يعطلوا عمل الحكومة وإغلاق هذه المؤسسات إلى أن يبقى هو في الحكم. أمريكا مقبلة على خطر كبير جداً في حال لم يفوز هذا الرئيس. أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من واشنطن الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية محمد عويس. احتفلت الأمم المتحدة باليوم الدولي للديمقراطية بدعوة قادة العالم إلى بناء عالم أكثر مساواة وشمولا واستدامة، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. وقال الأمين العام للمنظمة إنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا، تغدو للديمقراطية أهمية حاسمة في ضمان التدفق الحر للمعلومات والمشاركة في صنع القرار والمساءلة عن التصدي للوباء.
يحتفي العالم في 15 من سبتمبر أيلول كل عام باليوم الدولي للديمقراطية، وذلك بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ذلك اليوم عام 2007 لاستعراض حالة الديمقراطية حول العالم. كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن إرادة الشعوب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع. وبالرغم من ذلك شهدت مبادئ الديمقراطية خلال العام الماضي تدهورا كبيرا في جميع أنحاء العالم بحسب أحدث نسخة من مؤشر الديمقراطية الذي يصدر عن مجلة الإيكونومست ويقيس حالة الديمقراطية في 167 دولة. فمتوسط درجة الديمقراطية انخفض من 5.48% عام 2018 إلى 5.44% خلال العام الماضي، وهو أسوأ متوسط درجة للديمقراطية منذ إجراء المجلة بحثها لأول مرة عام 2006. المؤشر وجد أن 22 دولة فقط تتمتع بديمقراطية كاملة، فيما تعيش 54 دولة ديمقراطية معيبة، وتعيش 37 دولة تحت أنظمة حكم هجينة، فيما ترزح 54 دولة تحت أنظمة حكم استبدادية. المؤشر اعتمد في نتائجه تلك على 60 معيارا فرعيا مجمعة في 5 فئات هي التعددية السياسية والعملية الانتخابية والمشاركة السياسية والثقافة السياسية الديمقراطية والحريات المدنية وأداء الحكومة. كما يصنف المؤشر دول العالم في واحدة من 4 مستويات هي الديمقراطية الكاملة والديمقراطية المعيبة والنظم الهجينة ونظم الحكم الاستبدادية التي تحكم حاليا ثلث سكان العالم. كلف الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو محمد حسين روبيلي بتشكيل حكومة جديدة، ويخلف روبيلي في المنصب حسن علي خيري الذي فقدت حكومته ثقة البرلمان في يوليو الماضي بعد إخفاقها في تنفيذ وعدها بإعداد خطة لإجراء انتخابات برلمانية على قاعدة صوت واحد لشخص واحد. وروبيلي شخصية جديدة في الساحة السياسية الصومالية، أبرز محطاته في التقرير التالي. محمد حسين روبيلي ولد عام 1963 بمدينة هوبيو بإقليم مودوغ وسط الصومال. بعد دراسته الابتدائية والمتوسطة في مسقط رأسه انتقل روبيلي إلى عاصمة البلاد مقديشو حيث أكمل دراسته الثانوية، ثم التحق بالجامعة الوطنية الصومالية وحصل على البكالوريوس في الهندسة عام 1990، كما نال درجة الماجستير من جامعة سويدية. وإلى جانب انتمائه إلى الصومال يحمل روبيلي الجنسية السويدية أيضا. عمل روبيلي في المجال الخيري والتنموي وشغل لمدة 14 عاما مناصب في القيادة والإدارة العليا لعدد من المنظمات الأممية في البلاد، خاصة منظمة العمل الدولية، كما عمل سابقا مع مؤسسات وطنية صومالية. روبيلي شخصية جديدة في السياسة، بل هو غير معروف لدى الصوماليين. بعد سحب البرلمان الصومالي الثقة من حكومة حسن علي خيري في شهر يوليو المنصرم بسبب إخفاقها في تنفيذ وعدها بإعداد خطة لإجراء انتخابات برلمانية على قاعدة صوت واحد لشخص واحد، قام الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو بتكليف محمد حسين روبيلي بتشكيل حكومة جديدة للبلاد التي تستعد لإجراء أول انتخابات ديمقراطية حقيقية منذ الانقلاب العسكري عام 1969. وصلنا إلى المجال الرقمي وآخر ما تداوله رواد المنصات الرقمية لهذا اليوم. رشا الحلبي، تفضلي رشا. شكرا لك محمد، أهلا بكم. معاناة المهاجرين في شرق المتوسط متشابهة، فمنهم من يصارع للهروب بحرا إلى بر أكثر أمانا، ومنهم من يعاني الأمرين بعد وصوله. البداية من أزمة الهجرة غير الشرعية عبر البحر من السواحل اللبنانية الشمالية والتي تعود إلى الواجهة من جديد. 350 مليون ليرة لبنانية دفعها ركاب قارب هجرة للمهرب ليلوذوا من الأوضاع الاقتصادية المتردية باتجاه قبرص، لكن المهرب تركهم في عرض البحر دون طعام أو ماء، حتى عثرت اليونيفيل على القارب بعد 8 أيام وأنقذت 37 شخصا فيما وجدت آخر متوفيا
على متن القارب. ولاحقا عثر على جثة شاب في البحر مقابل شاطئ سعديات على بعد حوالي 3 كيلومترات، ومن بين الضحايا أطفال فارقوا الحياة على متن القارب، فيما نقل بعض الناجين إلى المستشفيات وهم يصارعون الموت. وقد سادت أحياء في طرابلس موجة غضب عارمة سجل على إثرها إغلاق طرق وإحراق إطارات. من الناجين امرأة لكنها عادت إلى منزلها من دون طفلها بعدما مات في عرض البحر، لنشاهد. يا الله شو بدي أعمل يا الله؟ لك شو بدي أعمل؟ لك كبت ابني عملته هيك بالماي وكبيته لابني هو عم يموت قدامي عطشان جوعان. قالوا لنا كل شيء في بقلب الهيدي، طلعوا أول شيء حطوا لنا جالونين بنزين هذا مازوت، قامت العالم تعيط رجعوا جابوا فوقهم 8 ونحن ورايحين دقنا بالماي صاروا يعبوا يعبوا وعم نبرم هيك على الفاضي عم نقطعنا وقفنا بنص الماي. قوارب الموت هو الوصف الذي أطلقه المغردون على ما يحصل. تلك القوارب التي تناقل كثيرون أخبارها في سوريا تبحر اليوم من لبنان، لينتقل الدور للنظام اللبناني لمباشرة قتل أبنائه وهم أحياء على حد قول ناشطين. فحين يصبح قاع البحر أرحم من يابسة الوطن، يستقل كثيرون قوارب الموت يصلون أحياء أو موتى غير مهم، فتلك القوارب هي انتحار بأجنحة من أمل. يعتبر البعض أن الشبان هربوا في البحر على أمل أن يصلوا إلى مكان يجد فيه الإنسان كرامته، فوصلوا عند أكرم الأكرمين. وسط مطالبات بإيقاف قوارب الموت ومنع المستفيدين الذين يتاجرون بأرواح الناس. وإلى لقطات صادمة أظهرت قاربا يحمل لاجئين قرب سواحل فرنسا يوشك على الغرق بحضور خفر السواحل الفرنسي الذي لم يتدخل وتركهم يواجهون مصيرهم. تجاهل القارب البسيط الذي حمل العديد من اللاجئين من قبل البحرية الفرنسية قوبل برد فعل كبير من الصحافة البريطانية التي وصفت التصرف بالوحشي مع استمرار أزمة المهاجرين بين إنجلترا وفرنسا. وكان القارب يحمل 16 مهاجرا أفغانيا بينهم 4 نساء وطفلان، حيث كانوا على وشك الغرق بسبب مخاطر الرياح القوية ودخول المياه إلى القارب. وإلى المخيمات اليونانية، وبعد مرور أسبوع على الحريق الذي نشب في مخيم موريا بجزيرة ميدلي مخلفا أضرارا كبيرة زادت من معاناة اللاجئين هناك. الحريق دمر معظم خيام اللاجئين وترك الآلاف منهم بلا مأوى في الحقول والطرق المحيطة بالمخيم في ظروف تفتقر إلى مقومات العيش الأساسية، فيما قامت السلطات بنقل عدد من المهاجرين إلى مكان إقامة جديد مؤقت في الجزيرة في كاراتيبي قرب ميناء ميتلي. وعلى إثر ذلك تتواصل معاناة اللاجئين، لا سيما مع تسجيل عشرات الإصابات بفيروس كورونا في صفوفهم، ما يقلص حريتهم أكثر فأكثر. ينتقد كثيرون مواظبة السلطات اليونانية على منع الصحافة والمنظمات الإنسانية من دخول المخيم، معتبرين أن الأمر يبدو وكأنه تحول إلى معتقل كبير. عاملون في منظمة أطباء بلا حدود غردوا مؤكدين أن السلطات اليونانية تمنعهم من الوصول إلى اللاجئين ومساعدتهم. ومع نقل الشرطة عددا من اللاجئين إلى خيام جديدة، أكد البعض أن المخيم لا يتسع إلا 5000 شخص، ما يعني أن أكثر من نصف المهاجرين سيبقون مشردين. وغرد صحفيون يونانيون واصفين حالة المخيمات الجديدة بيرثى لها، قائلين أن السلطات تريد وضع أهالي مخيم موريا في سجن مفتوح آخر وفي ظروف معيشية لا تليق بهم، يوثق آخرون وجود بقايا قذائف عسكرية في أرض المخيم الجديد المؤقت والتي كانت بالأساس أرض تدريبات عسكرية. مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش فرنسا غردت مؤكدة أن على حكومات الاتحاد الأوروبي إعادة التفكير جذريا في السياسات الفاشلة وغير الإنسانية التي أدت إلى هذه المأساة. إلى هذا شارك المئات في تظاهرة في بروكسل أمام البرلمان الأوروبي للمطالبة بنقل المهاجرين الذين شردهم الحريق إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. نشاهد. نهاية المجال الرقمي لهذا اليوم، وعودة إليك محمد. شكرا لك رشا.
في بلدة قبلان قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة يعمل رياض الصالح تاجرا لبيع السيارات، لكن رياض قرر صناعة سيارة كلاسيكية كاملة من بقايا مركبات قديمة ونجح في ذلك وأطلق عليها اسم نوح 2020. رياض يحكي لنا القصة. رياض الصابر تاجر سيارات من قرية قبلان، العمر 45 سنة. حبيت أعمل سيارة كلاسيك هيك للعرسان، سيارة قديمة، وبرضو عن طريق الصورة يعني رسمناها على الحيط هيك، وحاولت إني أعملها يعني كيف رسمتها بالشكل هذا بأبعادها بهذا ومنها زيها. يعني أخذت وقت ما يقارب الأربع شهور طبعا مش باستمرار، والصعوبات إنه في بعض اللمسات يعني بدك تجيبها تكون السيارة يعني بلمسات خاصة. في عنا اختيار برضو اللون، كان في عنا صعوبة اللون أساس قديم ما عرفناش تقريبا شو دهنا أكثر من مرة نشوف شو المناسب. ما تبقى بتعرف بقايا السيارات، يعني هي السيارة من بقايا السيارات، من درج زينات، من أدوات منزلية، دخلت فيها كل إشي يعني مواسير القزاز، قزاز خلينا نحكي عادي مش تاع سيارات عادي، بس خميل طبقتين، وهذا اللي عملناه يعني قدر الإمكان. مش كنا شو نقدر نعمل بنعمل. والله أنا بشجع كل بني آدم عنده هواية، أي هواية يعني يمارسها، هوايات يعني الهواية اللي فيها. بعدين الشعب الفلسطيني عنده طاقات كثير، يعني كل بني آدم عنده هواية، بس المشكلة يعني للأسف إنه إحنا كل واحد ثابت هوايته أو ولا فيه يعني، وأي واحد ممكن يعمل هذا الإشي، يعني مش إنه ممكن أي بني آدم يعمل الإشي هذا، بس بدك الوقت، بدك يعني الطاقة، تكون الطاقة هاي بدك تفريغية. إحنا كله مكبوت 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 مكبوت. بهذا نأتي إلى ختام مجالنا لهذا اليوم الذي ناقشنا فيه تطورات شرق المتوسط والدور الفرنسي والحراك السياسي المتنامي في ليبيا والمخاوف من حدوث مجاعة في اليمن. شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.